نروح لزميلنا محمد رياض ورسالة أيضا عن المشاكل اللي بيتعرض لها أهالي الوادي الجديد، وأرجع لحضراتكم تاني. خير عليكم أعزائي المشاهدين، جولتنا لا تزال مستمرة في مختلف المحافظات والنجوع والقرى. جولتنا النهاردة من مدينة الخارجة بالوادي الجديد، جئنا إلى هنا مع عدد من النواب لرصد أهم هذه المشكلات الخاصة بمدينة الخارجة، مع عدد من النواب في القرى الحدودية بتوصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي. هيسعدني ويشرفني أن يكون معي النائب برديس سيف الدين عمر عن عمران عن دائرة الدخلة، ومعي أيضا عدد من أبناء مدينة الخارجة. هنتعرف من خلالهم على اهم المشكلات والعمل على سبل وحل هذه المشكلات. برحب بك سياده النائب الاول. شكرا يا باشا، متشكرين جدا، وانا برحب بكم على ارض الوادي الجديد واحييكم وتحت امركم. اشكرك فندم، هستاذن حضرتك نروح ناخد مشاكل الساده المواطنين ونرجع لحضرتك نعقب على هؤلاء المشكلات. برحب بك فندم. مدحت ميلاد ثابت، مدرس رياضيات في مدرسه البستان للتعليم الاساسي للمرحله الاعداديه، من ابناء الوادي الجديد بس الجذور من الصعيد. اهم مشكلات يا فندم اللي بتواجهوها هنا في مدينه الخارجه ايه؟ المشكلات اللي بنواجهها في مدينه الخارجه، احنا دلوقتي كمنظومه تعليميه شامله ما تختلفش عن باقي المحافظات، في حيث ان احنا دلوقتي في حاله من مثلا الشغب من الطلبه، فبنحاول نمتص الطلبه بان احنا ننمي القدرات الذهنيه والقدرات البدنيه. احنا عايزين اهتمام اكثر بالنواحي النشاط، إذا كان نشاط فني تندلج تحته نشاط المسرح، نشاط إلقاء الشعر، في أنشطة كتيرة ممكن الطالب ينمي فيها مهاراته بدل ما يتحول إلى قنبلة موقوتة غير صالحة للمجتمع. ففي برضو حاجات يعني بتحصل وبنسمع في الميديا كتير، في الظاهرة أصبحت تعم الجمهورية كلها، عندنا في حالات بتبقى اعتداء طالب على مدرس، فدي بصراحة تبقى ميديا شيء من الشعور بالامتهان كرامة المعلم. كنا زمان طبعا المعلم له كرامة محفوظة، انتهت في العصر الحالي أو قلت صلاحية المعلم، إن هو في صلاحيات كانت منوط بها المعلم داخل الفصل. للأسف الشديد احنا نزعنا، أنا بسميه تعبير، المعلم الآن أصبح منزوع الدسم لأن صلاحياته انتهت. فبالتالي احنا مش ضد التقدم في العملية التعليمية، ولكن تبقى محسوبة، بحيث ان انا لو كنت عايز اخد نظام من دول متقدمة اخد النظام اللي هو اقدر اطبقه على المدارس في الوادي الجديد. تمام. اشكرك فندم، دي واحدة ست النائب بس عشان ناخد المشكلات وحضرتك نعقب عليها. بتعرف بك فندم. انا محمود عبد السلام، نائب وكيل مدرسة طه حسين. استاذ محمود، اهم المشكلات اللي بتعاني منها. انا كنت عايز اتكلم عن المشكلات الصحية في الوادي الجديد. احنا عندنا مشاكل صحية جامة في الوادي الجديد. احنا بنحاول نستخدم او بيحاولوا يستخدموا بعثات خارجية من الجامعات عشان تحل مشكلة الصحة، ولكن احنا المشكلة الاساسية ان احنا ما عندناش دكاترة مقيمين، بالاضافة ان احنا التخصصات النادرة زي التخصصات اللي هي العصبية العقلية النفسية، بالاضافة الى قلة المعامل اللي هي المتخصصة عندنا هنا نادرة او ما فيش من اساسه. فنتمنى ان المشكلة دي تتحل عن طريق انشاء كلية، ونتمنى ان ما يكونش الاستثناء في المجموع. تمام. نشكرك فندم، شكرا جزيلا. سياده النائب، يعني اهم المشكلات اللي عرضها ابناء مدينه الوادي الجديد والخارجه مشاكل التعليم ومشاكل الصحه اللي موجوده هنا في المدينه، ايه يا فندم اللي حضرتك تقدروا تعملوه بصفه حضرتك كنائب في البرلمان لحل هذه المشكله؟ طبعا ان شاء الله احنا جئنا هنا ومعانا صحبه من الزملاء من البرلمان. اولا احنا جئنا لكي نعلم عن محافظه الوادي الجديد، وكي يعلم الجميع ما هي محافظه الوادي الجديد، واين هي محافظه الوادي الجديد، وما هي مساحتها، وما هي ظروفها، لكي يعلم البرلمان وتوضع المحافظه على خريطه البرلمان وعلى خريطه الحكومه، ويكون لها يعني الاولويه في التنميه، لان محافظه الوادي الجديد دي نصف جمهوريه مصر العربيه وتحتاج الى التنميه، وستكون ان شاء الله هي المخرج من الوادي الضيق الى الوادي الأوسع، لأن هنا
هنا يعني مساحات كبيرة شاسعة تحتاج إلى تنمية صناعية، إلى تنمية بشرية، إلى جميع التنمية في كل القطاعات. وإحنا بنأمل ومجئنا إلى هنا هو يعني تعضيد لإنشاء مصنع فوسفات أبو طرطور الذي سيجذب من العمالة ما يزيد عن 38 ألف عامل، منها عمالة مباشرة وعمالة غير مباشرة. وكذلك نأمل إنشاء مصنع للأسمنت لجذب العمالة وحل ويعني عرض جميع مشكلات المحافظة التي منها الطرق والصحة والتعليم وما إلى ذلك. وكل هذا موجود في جدولنا وفي جعبتنا وسنناقشه، وبنناقش فيه منذ أن بدأنا وتوجهنا إلى الوزارات وعرضنا كل ما يمكن وكل ما يدور في أذهان المواطنين عن هذه المشكلات، ونأمل إن شاء الله الحلول في الوقت القريب بإذن الله. سيادة النائب، كان في مشكلات فنية خاصة بمشكلات الطرق والسائقين، كانوا بيشتكوا شكوى كثيرة جدا بسبب الطرق، وده بالطبع حضرتك عارف فنم ان بعض السائقين بيجيبوا منتجات زراعية او صناعية بيودوها للقاهرة والمحافظات والاقاليم وكانوا بيشتكوا على الطريق. هل فنم تم حل هذه المشكلة ولا لسه؟ ما هي هذه المشكلة بالتحديد؟ الطرق مكسرة فنم والطرق طويلة. موضوع الطرق تقدمت بمذكرات للسيد وزير النقل عن طريق الدخلة الخارجة، طريق الدخل العوينات، طريق الدخل الفرافرة، وتناقشنا سيادة الوزير في موضوع ازدواجية طريق الخارجة أسيوط، وإن شاء الله بدأ العمل فيه وبيرفع كفاءته وهيتم إن شاء الله ازدواجيته على مراحل، لأنه لا يمكن أن يتم في مرحلة واحدة، ولكن سيتم إن شاء هذا الموضوع على مراحل. وإن شاء الله جميع ما يدور في ذهن المواطن موجود معنا كنواب ومعروض على السيد المحافظ وعلى جميع الوزارات إن شاء الله. طب سيادة النائب برضو من ضمن الفكرة بالمناسبة أن لما جلسنا مع السيد رئيس الوزراء وتحدثنا عن هذه الطرق، جاءت لجنة من وزارة النقل في منذ أسبوعين وتفقدت أحوال المحافظة في هذه الطرق، وسيتم إن شاء الله يعني الدرجها في الموازنة القادمة إن شاء الله. يعني في إجراءات عملية فندم شغل؟ طبعا يا باشا ده أكيد، ووردت جاءت لجنة إلى المحافظة فعلا في خلال الأسبوع الماضي. تمام. وبالنسبة لمنظومة الصحة فندم والمستشفيات بتنعدم بإذن إن شاء الله؟ برضو إحنا منظومة الصحة طبعا مستشفى الدخلة تحولت إلى مستشفى عام وستدرج إن شاء الله في الموازنة القادمة تطوير، والحمد مستشفى الخارجة الحمد لله تم يعني جاري الانتهاء من التطوير فيها، مستشفى الدخلة ستدرك في الموازنة المقبلة إن شاء الله، وكل هذا موجود معنا بإذن الله. ربنا يعينكم يا فندم ونشكركم شكرا جزيلا. يعني كانت هذه هي الجولة من مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، استعرضنا من خلالها عدد من المشكلات الخاصة بهذه المدينة، وهي تعتبر مدينة من أقدم المدن الموجودة في مصر، وهي أيضا تعتبر مدينة تجذب العديد من السياح، فكان لابد من النظر إليها بعين الاعتبار ومنتهى الأهمية كي تعود إلى سابق عهدها. أشكركم وأعود إليكم مرة أخرى.